على أطراف النظام الشمسي، حيث تتجمد الرياح وتذوب قوانين الفيزياء كما نعرفها. يرجح أن يختبئ جرم سماوي غامض لم تره عين ولم تلتقطه عدسة، يسمونه الكوكب التاسع. فهل هو موجود حقاً أم أنه شبح رياضي حير العلماء؟ تعود أولى الإشارات لهذا الكوكب إلى عام 2016، حين أعلن العالمان كونستانتين باتيجين ومايكل براون من معهد كاليفورنيا للتقنية عن أدلة غير مباشرة تشير إلى وجود كوكب ضخم، حيث يدور في مدار بعيد جداً عن الشمس على مسافة قد تبلغ 600 وحدة فلكية، أي أبعد من بلوتو بنحو 20 ضعفاً، والوحدة الفلكية هي المسافة بين كوكب الأرض والشمس. اكتشف العالمان أن مدارات مجموعة من الأجرام الجليدية الصغيرة فيما يعرف بحزام كايبر تميل إلى نمط غريب لا يمكن تفسيره إلا بوجود كتلة ضخمة غير مرئية تؤثر في جاذبيتها، ليس جرماً صغيراً ولا مذنباً، بل جرم يفترض أن تبلغ كتلته قرابة 10 أضعاف كتلة الأرض. لكن لما لم نره حتى الآن؟ ألم نرصد آلاف الكواكب خارج النظام الشمسي؟ تدور حول نجوم تبعد عنا بمئات السنين الضوئية؟ بلى، لكن المفارقة أن اكتشاف الكواكب الخارجية يعتمد غالباً على تقنيات غير بصرية، مثل قياس تذبذب ضوء النجم أو انحراف مساره الجاذبي. أما الكوكب التاسع فلا نجم يدور حوله ليكشفه، ولا ضوء يصدر عنه ليساعدنا، بل هو جرم خافت مظلم يقع في أطراف نظامنا ويعكس قدراً ضئيلاً جداً من ضوء الشمس، وقد تكون حركته بطيئة لدرجة أن نرصد السماء ذاتها لسنوات دون أن نلاحظ أنه يتحرك. ومن المتوقع أن يتمركز هذا الكوكب الافتراضي في مدار يستغرق بين 10,000 و20,000 سنة أرضية لإكمال دورة واحدة حول الشمس، وبينما نحدق في أعماق السماء بعدساتنا قد يكون هو الآن خلف أحد ملايين النجوم يختبئ كأنما يسخر من محاولاتنا. وإذا ثبت وجود هذا الكوكب فسيكون أول كوكب يكتشف في النظام الشمسي منذ أكثر من 170 عاماً، وتحديداً منذ اكتشاف نبطون عام 1846، وسيعيد تشكيل فهمنا لتاريخ النظام الشمسي، وربما يفتح الباب للحديث عن أجسام أكبر، وربما كواكب أخرى لم تخطر ببال بشر. فهل سنراه يوماً ما؟ أم أنه سيظل كوكباً في ظلال الرياضيات يراوغنا من مسافة مستحيلة؟ ففي علم الفلك الغياب لا يعني العدم، بل قد يعني أننا ببساطة لم ننظر في الاتجاه الصحيح بعد. فالأمر هنا أشبه برجل أعمى يطارد قطة سوداء في غرفة مظلمة.